إذا ما فزت اليوم يا ويلك، لا المشروع ولا المشاريع الجاية راح تمشي. لا لا تطمنك أكيد بنفوز. شلون بنفوز وانت ماسك المضرب كذي؟ شلون؟ كذي 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 امشي كذي. إن شاء الله كذي. إيش فيك؟ قاعد تقلب بيض أنت؟ لا لا إن شاء الله بنفوز. إيش فيك على الهزاز كذي؟ خليك كذي أحسن. يا رب إيش أسوي؟ يا هلا مرحبا فيكم حضورنا الكريم في هذا النهائي وبطولة الفهد. المباراة جدا قوية، احنا دائما في انتظار هذه النهائيات لأن فريقين تعبوا لما وصلوا. والآن حضورنا الكريم النقطة الأولى والإرسال الأول. برافو. أوه 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 محمد، مو بيومك هاي، مو بيومك. شوف الضغط بشكل كبير. معصر 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 الضغط. ايه حبيبي، عافية عافية. اضرب لا اضربك بالعقال، اضرب اضرب اضرب. ضيعت. ايش فيك؟ ما تعبت تضرب الكرة؟ تعبتني. لما تبعت توقيع ما في، مشاريع ما في، نو نهي. اقول لك روح افتح لك مطعم بيض احسن لك. يلا يبا يلا يلا كنسلني خلاص. يبا يبا الحق عليها. يبا يبا خلاص، مو بقادر كيف اخسر، مو بعرف العب كلش. ايش اسوي؟ يا رب انقذ، خليه يفوز. لا الاول الثاني انا راضي. سريع سريع يا ذكرات. روح ايه ايه ابو سعدون، تكفى ابو سعدون، جيب لي طريقه. وين ما توتر، وين ما توتر الا متوتر وحالتي حاله. لا حالتي حاله وما بعرف شو اسوي، متوهق. ركز معي وخلنا نمشي خطوه خطوه. وعدك مستواك وادائك ونتائجك في المجموعه الثانيه بتحسن. روح عافية عليك. اوكي اوكي روح. يفوز ولدي، يفوز ولدي يا ولد. محمد محمد نايس نايس. يقول وحش يا محمد وحش.